تمام، ورجعنا في تكملة تختيم لعبة واتش دوجز 2. Hello, whose phone is this? It's your new phone. Where's my phone? In the ocean, where you threw it, I think. I don't remember. I was pretty smashed. Look, meet us at the hackerspace. Where? Check your pics and figure it out. هو بيقول لها فين ده تليفون مين، فين التليفون بتاعي؟ فقالت له ممكن في المحيط تقريبا، انت رميته فشوف او افحص الموبايل بتاعك. وتقريبا قايم مش في بيته. شفته زي ما قلت. نايس. واضح ان هو كان سهران سهرة حلوة. اللوجو بتاع واتش دوكس 2، لا بصراحة في تغيير جامد في اللعبة شكلها، وهتبقى لعبة جامدة. جامد، الجرافيكس فيها روعة بصراحة. Go get yourself something to wear, and I'll tell you where to go next. Oh, and you'll need your phone ready for operations. So hit the store and download your apps before you get here. Damn, walk of shame on my first day. هو تقريبا ما كانش فاكر هو صاحي فين، فهي بتتريق عليه وبتقول له روح هات لك لبس، وكمان اعمل داونلود للابلكيشن تقريبا بتاعهم على الموبايل. نايس. انا طبعا اتمشيت كده شوية في المدينة. تمام، اوكي. هو بيقول لي ان انت لازم تفتح اليور فون زي ما انتم شايفين كده من فوق، فانا هفتح الفون. تمام، بيقول لي select the app shop then press click. تمام، هختار الكلام ده. وبيقول لي كمان ان انت هتعمل انستول للتطبيق اللي هو اسمه النودل مابس ده، فهنشوف فين النودلز مابس. تمام، تقريبا ده عشان ينزل لي الخريطة هنا. اوكي، هعمل له باي اند انستول. تمام، بصراحة يا جدعان اللعبة فيها تغير جذري. تمام، و تقدر تقولوا ان اللعبة بقت حيوية واقعية وحية اكتر. تمام، حتى بقت تحس ان هي واقعية، انت بتستعمل تطبيقات وبتستعمل موبايل كأنك بتستعمل الموبايل بتاعك الحقيقي، فبيدخلك كمان في شغل الهاكرز وحياة الهاكرز، فحاجة محترمة يعني. تمام، اوكي. تمام، تاني حاجة بيقول ان انت هتروح هتشتري هدوم زي ما الست قالت لنا قبل كده، ان انت هتروح هتنزل التطبيق وتشتري هدوم. فهو بيقول لك ان انت هتعمل فيزيت كلوزنج شوب اند مش عارف ايه. تمام، وهتشتري شوية هدوم. تمام، فهي حاجة ممتعة يعني. فيلا بينا، تعالوا نشوف كده الماب الخريطة اقرب محل هدوم لينا. تمام، هنا. فيلا بينا. طبعا انا هنا مش بلعب جي تي اي، فللاسف هضطر ان انا اسرق عربية تكون مركونة مش من حد، لان انا المفروض ان انا شخص طيب في بعيش في المدينة وبساعد الناس. اوكي، فاحنا خلينا نتقمص اللعبة زي ما هي. بصراحة التحكم في العربيات بقى احسن بكتير من الجزء. طبعا يا خرابي، ده انت اديتني زقة زي العسل. بصراحة التحكم فيها بقى اسهل بكتير، وحتى العربيات كمان الفيزيكال بتاعها بقى اجمل بكتير وممتع مش زي الاول. فالصورة طبعا على العربية اللي دمرها الاخ ده، ما علينا. تمام، تعال بقى نجرب الموتوسيكلات.
طبعا في برضه تحسن جامد حتى في شكل الموتوسيكل، ودي حاجة جميلة. الفيزيكال بصراحة بتاع اللعبة بقى أحلى بكتير، بس أنا طبعا اللي سوقت زي الزفت. اوكي وصلنا تمام المحل، يلا بينا. تمام روعة بصراحة، الألوان في الجيم رهيبة يا جدعان، رهيبة رهيبة، تحس إن اللعبة فعلا حية. حتى بص تعاملات الناس معاك واختلاطهم بيك وإن هما بيتكلموا معاك وتفاعلهم معاك بصراحة حاجة تحترم. طيب نروح كده نشوف الهدوم اللي عندهم. عندكم ايه هدوم يا عم؟ نايس. العملية هنا متقسمة، فمش هتبقى ايه سلطة، في التوبس اللي هو الهدوم اللي من فوق. تمام حلو، ده هشتريه. بص انا عايز اجيب كام طقم كده بصراحة، فانا هجيب ايه حاجات كتير. تمام عايزين حاجات شيك يا جدعان، مش حاجات اي كلام. تمام نايس، ده نايس، ده نايس برضو. لا ده ممكن، لطيف. لا يعني للأسف، لا ده شغل عيال وشغل بنات. تمام احنا خلينا في الأزرق ده عشان عجبني. تمام طيب نروح على البنطلون. تمام انا ما بيعجبنيش شغل الشرطات ده، فخلينا في البرمودا والبنطلونات اللي زي كده. احب الاسود، احب الاصفر. تمام لا اللون ده لا واللون ده لا، حاجات كده عايزينها تحس ان هي ايه رجالي. لا ده شغل اي كلام. تمام دي كويس كفانتازيا، اوكي ده ممكن الى حد ما بس مش لطيف يعني، بس اوكي. حلو ده على الطقم ده. تمام طبعا الشنط خليها زي ما هي، مش فارقة كتير. الطواقي اوكي حلوة دي وحلوة دي كمان. تمام نايس نايس، دي جامدة ودي جامدة. تمام بصوا كل الطاقة هنا جامدة يا جدعان. تمام مش هنكتر. طيب تمام طبعا الجزم حلو ده وحلو ده، بس خلينا في ده احلى. تمام النظارات متهيألي اللي هو لابسها كويسة. فاضل ايه تاني؟ مفيش تقريبا، كله تمام، ظبطنا الامور. تمام Alright, Sitar. So where you at? Sending you the location and the passcode for the door. تمام هي هو كلم طارة دي واديت له اللوكيشن بتاع العملية اللي بعديها، فيلا بينا. هات الموتوسيكل اللي واقع ده، يلا يا جدعان. اوكي حدد اللوكيشن. تمام يلا بينا. طبعا حتة الخط الأزرق ده بتدي يعني إلى حد ما برضو متعة في اللعب، إن أنت ما تبقاش إن أنت يعني ما تبقاش كل شوية تبص فين الطريق بتاعك، يا ترى هتروح من هنا هتروح من هنا في الخريطة، عينك ما تلوش يعني عينك ما تزغللش ما بين الخريطة وما بين الطريق، أنت عارف طريقك مرسوم بالازرق زي ما انتم شايفين كده، في حاجة كويسة بصراحة.
ولكن انا اتمنى في الاجزاء اللي بعد كده يعني يحسنوا بحيث ان انت مثلا تتحكم في الاضاءة بتاعت الطريق، يعني مثلا تبقى خفيفة شوية عشان تستمتع بشكل الطريق وفي نفس الوقت تبقى شايف الطريق قدامك، فهي حاجة كويسة. فبرضو التعديل على الاضاءة ممكن يفرق مع ناس تانية. انا احب استمتع بالطريق وفي نفس الوقت اعرف الطريق بتاعي. تمام، هنا هنخش اللوكيشن. تمام، ده واضح ان هو المقر تقريبا. هعمل حاجة هنا مش عارف ايه هي. اوكي تمام، اوكي تمام، هخش. تمام، دخلنا كده. Yo! Finally. So Josh and I spoke, and fucking over Bloom has been a long-standing project. All right, you need two things to take down Bloom. You get people to rally behind your cause and separate you from the trolls. And we need bots, and a lot of them to handle the data. واضح ان ده خلاص اللي هو المقر بتاع الهاكرز ده، دول ان هو مستخبي على هيئة مكتبة، يعني عامل زي كده زي ايه غسيل اموال، بيستخبوا على هيئة ده المكان او المقر السري بتاعهم، عاملين على اساس ان هو مثلا ايه زي تجمع كده او نادي لمحبين مثلا القراءة، محبين العاب الكروت، وفي نفس الوقت هم عاملين في المقر السري بحيث ان محدش يشك فيهم، فحاجة جامدة يعني. تمام. طبعا انا هبدأ بقى اكتشف المكان، فهو بيقول له روح كلم الراجل ده. Our very own open source research app. So, like, all of us here pool vulnerabilities that we find, and we encourage everyone to share their work, their research, etc. Okay, so what's the research app do? Widen our skill set? Make us irresistible to the gender of our choice? What, so it's like a I know Kung Fu kind of deal? If Kung Fu was a gender and not so 1999? Absolutely. تمام، بيقول لي ان انا هختار حاجة اسمها ريسيرش اب اللي هو ده تقريبا، وادوس عليه. فتح لي اللي هو نظام التحكم في المهارات والقدرات اللي هي كانت موجودة زمان في واتش دوجز 1، ودي حاجة جميلة. انا دايما احب اول مهارة افتحها اللي هي مهارة الدرايفنج. تمام، بحيث ان ايه مهارات الدرايفنج هي اول حاجة لازم تتفتح بالنسبة لي انا، ممكن تختلف من حد تاني. تمام كده، احنا فتحنا اول حاجة. تمام، بيقول لك اتكلم تاني مع الاخ ده بس مورينش. This is the army of printers. It is capable of pumping out an arsenal of little weapons down. Seriously? Yep. تقريبا دي بيقول له دي طباعة بتطبع اسلحة، اي حاجة انت عاوز تعملها بتعملها في الطباعة دي. هجربها دلوقتي، اروح عليها. تمام، دي اللي هتطبع لنا الاسلحة يا جدعان، وبسكناتها ومش عارف ايه، فحاجة روعة يعني. تمام، هنختار السلاح ده من غير فلوس، تقريبا الباقي بفلوس وانا ما معيش الفلوس دي. جامد يا جدعان، طلع لي السلاح بالسكن بتاعه، يعني حاجة روعة. تخيل فعلا الطباعة دي اختراع، تطلع لك الحاجة تعملها لك وتشكلها لك وكمان تحط لك السكن بتاعها. تمام، بيقول لي كمان هنعمل برنت برضو لحاجة اسمها الار سي جامبر. تمام، فين الار سي جامبر؟
دي كلمة جامبر. جامبر دي تقريبا اللي هي العربية اللي هي التحكم عن بعد، فدي حاجة كويسة برضو من غير فلوس. نايس، وكمان بالسكن بتاعها يعني حاجة جامدة، وهي شكلها روعة بصراحة، فأنا متشوق إن أنا أستخدمها بعد كده. تمام، هو بيعلمني بقى ازاي ان انا ابدل ما بين الاسلحة وازاي استخدم الجامبر، فاقول له تمام اوكي. هروح دلوقتي اتكلم مع اللي هو تقريبا هوت صوص ده، لا ده اللي هو كازانوفا لو تفتكروا، اللي هو ريتشو تقريبا. Good to have another brother here. Good to be here, man. Are you all hackers? Yeah, kind of a basic requirement to get invited into the hackers. بيقول له ان انا سعيد ان انا ابقى في وسطكم كاخ ليكم، فهو بيقول له احنا كمان، وبيسال هل انتوا كلكم هاكر، فهو بيقول له كل واحد بقى حسب النظام. في واحد بيبقى مهندس، واحد بيبقى البنت دي عامله خاصه بالديزاينر وشغل الديزاين، وفي واحد خاص بلغات البرمجه. فهما تقريبا كل واحد موزع على حسب قدراته ومهاراته، كل واحد متميز في حاجة. Yeah, I brushed up against them before. It wasn't pleasant. All right, that's what I like to hear. Link up with me when you're ready to do this, and I'll fill you in. There's always someone running ops against Prime 8. Bet they'd love your help. تمام. بيعرفنا طبعا ان في الاونلاين اكتيفيتيز اللي هتبقى بالبيربل اللي هو بالبنفسجي. تمام، ده اللي هو نظام المهارات الاثنين مع بعض، وده هنا هنسرق الداتا، وهنا هنشارك رجال الشرطة في ان هما يصطادوا تقريبا الحرامية، وهنا تقريبا هنصطاد حد بس مش عارف هيبقى ايه، تقريبا هاكرز زينا. دي المهمات الاونلاين. اوكي نايس نايس، تمام تمام. هتكلم مع البت الحلوة دي يا موز، تعال. This whole place is something. We used to keep track of news feeds on here. انت مالك كده رفع رفعه قوي؟ في how many people downloaded our app, how much processing power we have access to, you know. Nice. And speaking of which, بسلمها امورها. We're downloading the DedSec app into your phone as we speak. When it's ready, open it up, click the suggested op, and hit the park outside so we can test it. Sounds good. One more thing. I put a reminder on your phone so you remember what we're gunning for. Get enough processing power to take down Blue. طيب بشكلك اللي شبه الرقاصة دي. تمام، هي بتقول لي ان انا هروح افتح حاجة بس تقريبا مش عارف ايه هي. طيب ندوس في توجل نشوف هو فين. هو بيقول على بعد 8 متر تقريبا فوق، فهو بيقول لي open your phone. اوكي، وهدوس على الاب ده. تمام، وهختار walk in the park. ماشي track mission. تمام، ده هو واضح ان هي المهمة متقسمة كده جزئين يا جدعان. لما هوصل هناك هفعل ده. اوكي، طب نجرب كده الاول. لا لسه، لما زي ما انا قلت لكم كده لما هنروح هناك هنفعل اللي هي قالت عليه. اوكي طيب تمام، واضح ان في اماكن سرية تحت. The spiritual organization New Dawn is accusing Oakland City Councilor Miranda Kamei of defamation. Oh. In a recent interview, the councilor had described the organization as, quote, a fraudulent pyramid scheme. واضح ان ده اعلان مهم وهو بيتفرج عليه عن طريق الموبايل بتاعه. The councilor's private life was recently revealed when medical records of the councilor's transgender treatments were mysteriously released. تمام، هو هنا بيعرفني بيقول لي ان انت لما تدوس في توجل هتقدر ان انت هتحدد فين الجوائز بتاعتك وازاي تعمل الفخاخ وكده. اوكي تمام يا عم.
spokesperson for New Dawn said that the organization had nothing to do with the leaked medical records, and in her statement accused Counselor Kamei of desperately seeking attention. تمام. The app's downloaded and I'm in the park. هو بيقول لي دلوقتي هدوس البي عشان خاطر احدد فين المكان. تمام شفته خلاص. That's what helps us figure out our next ops. And running ops that are important to people is how we get them interested in DedSec. The more followers that we have, the more intel we get. It's the circle of life. Oh, and see if you can find some components to help us with our research. Hipster Merchant. بيقول لي تروح تكلم معاه. Okay, I got this. So what now? Up to you, man. You're free to do whatever catches your eye. We post ops to the DedSec app and doing them. تقريبا لسه هما بيتكلموا معايا في حاجة بس اوكي. اخد لفة كده. Which boosts our processing power, which lets us do bigger and better ops. تمام. خلاص انا دوست بي اهو. عرفت هو فين اساس. تمام. هكلمه دلوقتي. Hey, so what's this about Bobo Day? You know Bobo's working on a new album, right? Yeah, I heard. Well, you won't get to hear it? Motherfucker Gene Carcani just put millions on the table to keep it all to himself. What does a big pharma CEO want with a rap album? Dude has a huge Bobo collection. And he probably wants to hang that shit on his wall like a damn trophy. Just rubbing his money in our faces, bruh. Do you know if Bobo took the deal? He hasn't announced anything yet, but he will. It's a lot of cash. Maybe there's still time for an intervention. Time for what? تمام بيقول لك discover the site of operation. He's the shit sack who's on TV laughing about how he's raising the price of leukemia medicine. Yeah, the most hated man in America. Yeah, what is he? Guy's a huge Bobo Dakes fan. Must have read Bobo's in town recording new tracks because he's offering millions to keep the album to himself. So stupid. Bobo will never go for it. The real one won't. So we're gonna do it for him. I'm gonna visit Bobo and see if I can borrow some of his new tracks as proof that we're legit. How do we contact Carcani? I need you guys to run through interviews, podcasts, whatever. Find me some usable lines. We're gonna make a soundboard. Ooh, I love this. تمام حدد لي مكان تاني في اللوكيشن. تمام